ثم الانطلاقة عن طريق خوان فران على الجهة اليمنى يوصلها مباشرة لمسعود شجاعي. مسعود تبقى عند الكرة يفضل المراوغة دائما. مسعود يبحث عن رفيقه بانديانى أمام ثلاث لاعبين، تبقى عنده الكرة دائما شجاعي مسعود وخطأ ضد كانافارو، يصفر حكم المباراة لصالح أوساسونا أمام أنظار الحكم المساعد. نعم هذا هو مسعود الإيراني الذي يستفيد من خطأ مهم وثمين جدا بعد تدخل كانافارو عند الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع. محاولة كانت ممتازة من مسعود شجاعي أمام جاكو أمام روبين ولحق بهما الكانافارو الذي ارتكب خطأ متعمدا، صفره حكم المباراة، أشار إليه الحكم المساعد وفرصة أخرى.